سقط هاتفه في القبر أثناء دفن والده، وعندما قام بالاتصال على هاتفه كانت الصدمة. السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بإعجاب تشجيعا لنا، ولنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. الأب هو السند والحائط الذي يستند عليه الأبناء، يتعب على راحتهم ويوفر لهم كل احتياجاتهم. عندما يموت الأب ينهدم ذلك الحائط وتسود الحياة في وجه الأبناء. قصتنا اليوم تروي عن شاب في مقتبل العمر يدرس في الجامعة ويساعد في إعالة أسرته بالعمل في أحد المصانع. لديه 3 إخوة ويعيش مع أسرته. كان الوالد رجل كبير في السن ومريض. لدى هذا الشاب أصدقاء كثر، فقد كان محبوبا وشهما وصاحب موقف. وفي أحد الأيام وأثناء عودته ليلا من عمله رن هاتفه، وكانت المتصلة هي أمه وهي تبكي وتخبره بوفاة أبيه. كانت وفاة أبيه مثل الكارثة التي زلزلته، وظل أثناء الطريق يفكر في أسرته والمسؤولية التي سيتحملها بعد وفاة أبوه، إذ أنه أكبر إخوته. واتصل عليه أصدقاؤه ليرتبوا معه مراسم الدفن والعزاء. وفي صباح اليوم التالي بدأت مراسم الدفن وسط حزن شديد من كل أهالي القرية. وكان بطلنا عليه أن يظهر متماسك حتى يشد من عزم أمه وإخوته الصغار، وقام بالنزول إلى القبر ليدفن أبوه بنفسه. وبعد الدفن بدأوا بأخذ العزاء، وانتهى اليوم الصعب. وجلس الشاب على سريره يفكر، وأراد أن يتصل بأحد أعمامه ليناقش معهم توزيع ميراث أبيه. وعندها وضع يده في جيبه ليخرج هاتفه، لم يجد الهاتف، وتذكر أن من الممكن أن الهاتف سقط أثناء نزوله قبر والده. فقرر الانتظار للصباح ليذهب إلى القبر ويستعيد الهاتف. وجاءته فكرة أن يقوم بالرن على هاتفه، فأخذ هاتف والدته وقام بالاتصال على الهاتف، وهو متأكد أن لا أحد سيرد عليه إذ أنه في قبر والده. رن مرة ولم يجب أحد، دفعه الفضول للرن مرة أخرى، وعندها كانت الصدمة. فتح خط الهاتف وبدأ أحد بالتحدث على الهاتف. لم يصدق الشاب ما يحدث، وظن أن والده هو من يتكلم، وهو شيء ليس من المنطق ومستحيل الحدوث. لم ينتظر ليعلم من على الهاتف ومات فورا من الصدمة. وبعدها اتضح أن صديقه هو من كان على الهاتف، ووجد هاتف الشاب في القبر وأخذه، ولم يجد الوقت ليسلمه له لأنه كان مشغول بالعزاء. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.